نتعرف باسم حضرتكم وما هو مجال عملكم واختصاصكم؟ الاجتماع روايات طيب، اختصاص تاعنا في المقاوله في الاشغال تاع الري. أهلين. كيف رايتم مؤتمر التراب والقائمين على التنظيم، وهل لديكم افكار جديده لتطوير هذا العمل؟ والله المعرض ما شاء الله، احنا جينا من الجزائر لاسطنبول هنا من شان المعرض، وفوزنا الايام هذه ما شاء الله، في استقبال فيها ما شاء الله. هل يمكن توجيه كلمه لشركه التراب؟ الشركه تريدون توجيه كلمه لشركه التراب؟ الشركه اللي اعتقد شركه التراب ما شاء الله، يعني استقبال ما شاء الله، فوتنا ايام ما شاء الله ان شاء الله، وشرفنا حضوركم مره ثانيه ان شاء الله. الله يبارك فيكم. شكرا.